بكم في حلقة جديدة من موسكو نتابع فيها أبرز الأحداث في المشهد الروسي، إذ يصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور عام على بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو ما تسميه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة. كان يعتقد أنها لن تطول سوى أيام معدودة بعد أن تنتهي بتسوية بين الطرفين المتحاربين موسكو وكييف، لكن أمد الحرب طال وأفاق التوصل إلى تسوية سدت، ودخلت أطراف عدة في مجريات الحرب اليومية، وأصبحت أوروبا ممثلة إلى جانب الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الناتو طرفا في النزاع، ونشأت حالة من الاستقطاب لم يعهدها العالم منذ زمن الحرب الباردة. فما هي أبرز محطات العمليات الروسية خلال الحرب؟ وما المتغيرات التي دخلت على خط التوقعات الروسية خلال الأشهر الماضية؟ وهل اقترب الحل؟ وللحديث عن هذا الملف معنا في الاستوديو الخبير العسكري العقيد البحري فاسيلي فتيغارف. مرحبا بك معنا. عام كامل على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما هي المحطات الثلاثة ربما التي تبرزونها في سير هذه العمليات خلال العام الفائت؟ طبعا لا يمكنني أن أبرز هنا ثلاثة مراحل، بل أستطيع القول أن رئيسنا فلاديمير بوتين وعلى فترة طويلة قد اتخذ هذا القرار ببدء هذه العملية العسكرية، فقط لأنه كما نعلم أنه قبل بدء هذه العملية وعلى مدى 8 سنوات كانت تتعرض جمهوريات الدونباس إلى عدوان شامل، ونحن نعلم أن محادثات مينسك التي جرت كانت فقط حجة لإعطاء الوقت للغرب لتجهيز أوكرانيا. طبعا نحن نعلم أن قوات الاستطلاع لدينا قدمت تقاريرا بأنه هناك وإذا لم تبدأ روسيا بهذه العملية كان سيكون هناك هجوما كبيرا على جمهوريات الدونباس، وكان سينجم عن ذلك ضحايا كثيرة كبيرة. وطبعا قبل شهر فقط، شهر كان يفصلنا عن بدء ذلك العدوان على جمهورية الدونباس. قد تم العثور طبعا بعد أن تم تحرير بعض المناطق على وثائق تؤكد وقت بدء المعركة ضد هذه الجمهوريات. طبعا جهزوا أنفسهم بشكل جيد عندما كانوا يجهزون لهذه الحرب، كانوا طبعا يقومون بالتسليح. أنا الآن لا أود أن أتحدث عن أخطاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة، تحدثنا كثيرا في وزارة الدفاع وبمشاركة الرئيس. القيادة، قيادة روسيا وكذلك قيادة الأركان العسكرية قد أخذوا دروسا ومن تلك الأخطاء، ولم يقوموا بهذه الأخطاء بعد ذلك.
طبعا هذه هي المرحلة الأولى التي بدأت فيها المرحلة. ما هي أبرز المحطات الثلاثة التي يمكن إبرازها؟ ما هي ربما يسجل صالح الجيش الروسي خلال العام الفائت؟ قبل كل شيء يمكننا أن نشير إلى أخذ أو تحرير ميناء الهام على بحر أزوف ماريوبل. وطبعا كانت هناك معارك كبيرة. نحن لا نحارب كما تحارب الولايات المتحدة، لا نقوم بمحو المدن عن الخارطة. نحن نقل دقيق وحصيف بتحرير الأراضي، وكذلك كي لا تكون هناك عواقب. نحن نعلم جيدا كيف كانوا يقومون بإطلاق النار من قبل وحدات أو ميليشيات أزوف التي كانت تطلق النار على القوات الروسية من الأماكن السكنية، وكانوا يحتمون بالمدنيين. هم كانوا يخاطرون ويحتمون بالناس المدنيين. طبعا نحن كنا نحاول أن ندافع ونحمي حياة المواطنين المدنيين، لذلك ماريوبل لم يتم تحريرها بشكل سريع، ولذلك تم القيام بتلك العملية بإخراج أو محاصرة مصنع أزوفستال كما نذكر للمدافعين عنه. هذا كان نجاحا كبيرا بتحرير مدينة ماريوبل وميناء ماريوبل. طبعا استطعنا أن نقلص الخسائر بين قواتنا وكذلك بين المدنيين. هناك نجاح آخر بتحرير المدينة، هذه المدينة المهمة بشكل كامل. لقد جعلنا بحر الأزوف بحرا داخليا لروسيا، وهو الآن كل هذا البحر داخل روسيا وتحت. المرحلة الثانية أو النقطة الثانية هو الوقت، فقد قمنا بتحرير كامل لجمهورية لوغانسك في الدونباس. تقريبا 100% من أراضي هذه الجمهورية قد تم تحريرها. أما بالنسبة للنجاح الثالث، فطبعا النجاح الثالث هو أننا اليوم وبشكل تدريجي وبطيء نتقدم على ساحة الحرب دون المخاطرة بشكل كبير، ونبعد خط الجبهة عن مدينة دونيتسك، وهكذا نقلص إمكانيات النازيين الجدد بقصف المدنيين في الدونباس. نحن نعلم أن الصواريخ إذا كانت قريبة من الصعب طبعا إسقاطها والدفاع بها، ولكن عندما يجري القصف بمدفعية 155 ملم فهم يصيبون المشافي وكذلك حضائن الأطفال، فهذا طبعا صعب جدا. قمنا بتحرير مدن كثيرة مثل أبديفكا، وهناك مدن أخرى سوف يتم تحريرها قريبا. هذا هو النجاح الثالث. ما هي أكثر تلك المحطات دراماتيكية برأيكم؟ الانسحاب من إيزوم، انسحاب من خرسون؟ في الحرب وبشكل عام، إذا تحدثنا وقلنا حرب وليس عملية خاصة، فهناك طبعا عمليات كر وفر فلنقل. ما حدث في خرسون طبعا هو كان تصحيح لبعض الأخطاء. نحن لا نستطيع القول أن هذا كان مخططا، هذا الانسحاب، بل كانت هناك أخطاء لا شك، ومن هذه الأخطاء استفدنا وأخذنا دروسا، ولذلك اتخذ القرار بإجراء عملية التعبئة الجزئية للعسكريين. طبعا أخذ بعض المناطق واحتلالها والحلول فيها هو أمر صعب بدون أن يكون لديك العدد الكافي من الجنود. طبعا بمساعدة الأمريكيين وعبر التكتيكات الأمريكية وعبر فرق قليلة العدد، عندما كانت مثلا مدرعة واحدة وبعض البيكابات، استطاع الأوكرانيون أن يخترقوا بعض الدفاعات ويقومون باحتلال بعض المناطق السكنية ويضعون دفاعيا. هذا كان صعبا على قواتنا، وكان علينا أن ننسحب كي لا نقع في لا تحاصر قواتنا في هذه المنطقة أو تلك، وهذا
تقريبا في خاركوف. وطبعا كان قرارا صعبا تم اتخاذه من قبل القائد سورافيكن قائد القوات المسلحة في أوكرانيا، وقد قدم تقريرا لوزير الدفاع الذي وصل إلى الاتفاق، وتم الموافقة على ذلك من قبل الرئيس بوتين. وقد قمنا طبعا بشكل مؤقت بالخروج من المدينة خرسون. خرسون طبعا كما نعلم هي عاصمة أحد أقاليم روسيا، وبعد طبعا الاستفتاء الذي حصل وخرسون دون أي شك سوف يتم تحرير هذه المدينة. الآن طبعا آنذاك الوضع كان من الضروري أو يحتم علينا الخروج من تلك المنطقة لكي نبقي على القوات الأكثر فعالية قادرة على القتال، وكي لا تقع في حسب الكتب الدراسية العسكرية تقول دائما أنه ليس فقط العمليات الهجومية مهمة في أي حرب، وإنما كذلك إخراج القوات أو انسحابها عندما لا نخسر قطع عسكرية أو أي جندي. هذا أمر مهم جدا. ربما يكون تغير قيادات العسكرية للمناطق العسكرية الروسية من أبرز أيضا المحطات التي مرت بها العملية العسكرية الروسية، ما تعليقكم على ذلك وبماذا ارتبط الأمر؟ أعتقد أننا لا نتحدث هنا عن القوات بشكل عام بل عن القوات العامة تقاتل هناك، فمستوى القيادة كان تحت قيادة الجنرال جيراسيموف. هذا التغيير كان مهما جدا، تعيين الجنرال جيراسيموف من قبل السيد الرئيس بوتين كان قرارا مهما جدا. فمعنى أو أهمية قيادة الأركان يؤثر بشكل كبير على العمليات العسكرية ويؤثر على كل ومراحل هذه العملية. طبعا نحن نعلم أنه في هذا الوقت هناك شخص يقوم بالتحكم أو بإدارة هذه العملية ولديه كل خيوط السيطرة هذه العملية، وكما تعلمون فإنه في الحالة العسكرية من المهم جدا أن تكون هناك سرعة في اتخاذ القرار، هذا أهم شيء. وطبعا الجنرال جيراسيموف يستطيع أن يتحكم بتحركاتها وفعاليتها. السيد القائد أيضا سورافيكن، الجنرال سورافيكن لم تكن لديه كل تلك التخويلات اللازمة، لكنه استطاع طبعا أن يقوم بعمل ممتاز. طبعا هناك أمور يجب أن يتخذ القرار فيها بشكل سريع يجعل من تنفيذ العمليات أكثر نتيجة. وهنا أود تأكيد أن الجنرال سورافيكن لم يترك منصبه بشكل كامل، لم يترك العمل ضمن هذه العملية، وما زال يقوم بفعالية بأداء واجباته. الخبير العسكري العقيد البحري واسيلي فوتيغاروف، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. مستمرون معكم، وبعد قليل نفتح ملف تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا الأبرز على الاقتصاد المحلي. أهلا بكم من جديد. بعد مرور عام على اندلاع الصراع في أوكرانيا تطفو على السطح من جديد الأسئلة حول الجوانب الاقتصادية للتحرك العسكري الروسي. فالصراع الممتدة جذوره في التاريخ يحمل أوجها اقتصادية قد لا تبدو معلنة، لكنها حاضرة بقوة في حسابات الربح والخسارة في بلد يمتلك ثروات طبيعية كبيرة. فما حقيقة الأمر وما هي التداعيات الاقتصادية الأبرز على الاقتصاد الروسي بعد عام من الحرب؟
للحديث حول الموضوع معنا رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لخدمات النفط والغاز فيكتور خايكوف. مرحبا بك معنا. هلا أبرزت لنا أبرز التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد المحلي للعملية العسكرية الروسية الخاصة أو العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي على خلفيتها. إذا ما أردنا أن نبرز ثلاثة تغييرات أساسية أو تأثيرات أساسية، هي تغيير النظام الاقتصادي داخل روسيا، حيث أن هناك مؤسسات اقتصادية تعاني من هذه القرارات الصعبة. فالاقتصاد الروسي اقتصاد كان مفتوحا وكان متكاملا مع الاقتصاد العالمي، وخاصة في نطاق العمليات المالية والحسابات المالية، وكل شيء كان معتمدا على الدولار. طبعا نعلم أن المؤسسات المالية العالمية تقوم بهذه التأمينات بكلها بالعملة الأمريكية الدولار، وكانت هناك قرارات قد اتخذت داخل الدولة داخل روسيا وتم تنفيذها بنجاح. هذا هو التأثير الأول. أما الثاني هو الإجراءات التي اتخذت لدعم الاقتصاد داخل روسيا. فهذه الصعوبات الاقتصادية لا سابق لها بالنسبة لأي دولة في العالم، فلم يسبق لأي دولة أن فرض عليها مثل هذه العقوبات المختلفة والمتنوعة. لذلك كان من الضروري وضع كل الجهود لكي يبقى الاقتصاد الوطني فعالا، بل وبقي يتطور. بنتيجة عام 2022 يمكن القول أنه كان هناك انخفاض في الدخل الداخلي، في معدل الدخل الوطني، بينما بالنسبة للتضخم في الربع الثاني في هذه السنة سوف يكون أجزاء، طبعا نسبة مئوية بسيطة حوالي 4%، وهذا كان متوقعا بأن الدول الأوروبية تعاني من تضخم يصل إلى أكثر من ذلك بكثير، أكثر من 8%. هذا يعني أن الاقتصاد الروسي وكذلك الإجراءات التي اتخذت لدعم الاقتصاد الروسي كانت فعالة، وخاصة بالنسبة للشركات الإنتاجية. هذه الشركات التي استطاعت أن تعيد ترتيب أو توظيب عملياتها في الاقتصاد العالمي عبر التصدير وإيجاد خطوط جديدة للتصدير، كل هذا ساعد طبعا ليس فقط بالتأثير على الابتعاد أو تحييد آثار هذه العقوبات، بل وكذلك على تحسين الاقتصاد. هذا ثانيا. أما ثالثا فالتطور التكنولوجي، فقد تم قطع روسيا فوريا عن كل التكنولوجيات العالمية وكل المعدات عالية التكنولوجيا، وأولا طبعا هذا يؤثر على مجال أو قطاع النفط والغاز. فمنذ عام 2014 قطاع النفط والغاز في روسيا يتعرض لعقوبات هائلة، أما الآن فقد تم زيادة هذه العقوبات بشكل كبير، وهناك قيود كبيرة على المعدات وكذلك بالنسبة للمعدات عالية التكنولوجيا وكذلك الحاسوبية. هناك طبعا قطاع نطاق كبير الآن من القرارات والإجراءات التي تسمح بتطوير هذه التكنولوجيا داخل الدولة. هذا قرار مهم جدا تم اتخاذه ويتم تنفيذه حاليا، ونتائج نراها حاليا. تقلبات العملة الوطنية الروبل التي نشهدها مؤخرا، وكان هناك طبعا أيضا تموجات خلال العام الفائت، كان هناك تقوية لسعر صرفها، لكن ما يحصل لهذه العملة حاليا هل يمكن ربطه بأن سياسة التسقيف السعري للنفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية باتت تؤتي أكلها وبات هناك انعكاسات على هذه العملة فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي؟ لا يمكن القول طبعا أن الانخفاض في قيمة الروبل هو أمر سيء، فإن الروبل القوي بشكل كبير في النصف سنة السابقة كان أمرا سلبيا بالنسبة للتصدير من روسيا، وخصوصا بالنسبة لقطاع النفط والغاز والخامات وكذلك للمنتجات الأخرى. فإن المصدرين من روسيا كانوا يحصلون في الروبل على أموال أو إيرادات أقل. الحكومة كانت تبحث عن طريقة لتخفيض قيمة الروبل بشكل متحكم به، كي يكون ذلك بشكل جيد بالنسبة للمصدرين الروس وكذلك بالنسبة للوضع الاقتصادي بشكل عام. لذلك أن انخفاض قيمة العملة الروسية الآن هو طبعا شيء جيد، لأن البلد تحصل
تحصل على أموال بالروبل أكثر مما كانت تحصل عليه قبل، وهذا طبعا يؤكد أن الدولة، والدولة هي طبعا تعتمد على الروبل في الداخل، فحجم المواد التي نصدرها بالدولار نحصل على كمية أكبر من الروبلات، فهذا شيء جيد. هناك طبعا نرى تغير في قيمة العملة نحو الصعود، ولكنه شيء جيد وليس أمرا سلبيا. رحيل الشركات والاستثمارات الأجنبية من البلاد، هل كان له ما يعوضه في السوق الروسية؟ طبعا هذا سؤال معقد وصعب. فالشركات الأجنبية التي كانت تقوم بمنتجاتها داخل وتصنع داخل روسيا كانت تؤمن أماكن العمل وكذلك إيرادات جيدة، وتقوم بتأمين البضائع التي تصنعها هذه الشركات للداخل الروسي. وعندما خرجت بعض هذه الشركات أو كثير من هذه الشركات لم نستطع فورا تعويض خروجها بشكل كامل، ولكن تم ذلك عبر الاستيراد من دول أخرى مثل دول آسيا وكذلك دول الشرق الأوسط ودول أخرى التي نعتبرها دول صديقة لروسيا. من جانب آخر، هذه فرضت ضرورة إعادة الصناعات التي تم إيقافها في روسيا في السابق، واليوم يجري هذا الأمر، فالصناعات الروسية تقوم بتعويض هذا النقص، وكذلك يقوم إطلاقات صناعات جديدة، والصناعات التي خرجت من روسيا هذه الشركات يقوم بإدارتها الآن إداريون روس أو رجال أعمال روس، ويدخلون هذه التكنولوجيات ويقومون بتطويرها. ولذلك نستطيع القول أنه من جانب هذا كان سلبيا على روسيا، ولكن من جانب آخر هذا كان جيدا، فهو تحفيز للصناعات الروسية. فهذه الشركات الأجنبية التي خرجت من روسيا قد خسرت كل الأرباح التي كانت تحصل عليها، هي كانت تخرج هذه الأموال من روسيا وتصرفها أو تنفقها في دولها، وطبعا هذه الدول نعتبرها غير صديقة لروسيا بشكل عام. أما الآن فعندما يحدث الآن هذا الاستيراد التعويضي وروسيا تقوم بتعويض أماكن هذه الشركات الأخرى، فتقوم باستثمار كل هذه الأموال التي كانت تخرج في تأسيس قاعدة تكنولوجية صناعية داخل روسيا تعمل لصالح الاقتصاد الوطني. طبعا هذه عملية صعبة ومعقدة، وهي تحتاج إلى قرارات تكنولوجية عالية الأهمية. طبعا في سنة أو سنتين أو ثلاث يمكن أن نحقق الفعل الواجب من هذه العملية، ولكن طبعا هذا الأمر سيعود بروسيا. بالنسبة لهذا الخروج، فعندما خرجوا يستطيعون أن يتخذوا قرارات تفيدهم أنفسهم وليس تفيد روسيا. الرهان الروسي الحالي على اليوان الصيني، ألا يعني بدرجة أو بأخرى ربط الاقتصاد الروسي بالعملة الوطنية الصينية على غرار ما كان الوضع بالنسبة للدولار الأمريكي مثلا؟ الآن عندما تخرج روسيا الميزة للدولار الأمريكي، لا يجوز القول أنه لدينا فقط اليوان. نحن في روسيا نعول ليس فقط على اليوان، بل كذلك على عملات أخرى مثل عملات الشرق الأوسط مثلا. فإن هذا التنويع بهذه العملات سوف يأتي بأكله، فلذلك لا يجوز القول أننا نربط اقتصادنا فقط باليوان الصيني، وهذا اليوان هو الذي فقط سيستخدم في روسيا. هو سيستخدم طبعا في العلاقات التجارية بين روسيا والصين، وليس اليوان فقط بل والروبل كذلك. طبعا الصين الآن الشركاء التجاريين لروسيا، ولذلك فإن حصة اليوان ستكون كبيرة جدا في الحسابات، وهذا لا يعني أننا سنكون مرتكزين أو مرتبطين باليوان بشكل كامل، فلدينا تنويع شامل لكل العملات التي للدول التي نتعامل معها في إطار العلاقات التجارية، وسنطور هذا الاتجاه. لذلك هناك مخاطر طبعا يمكن أن تنشأ من هذا الأمر في المستقبل. رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لخدمات النفط والغاز، شكرا جزيلا لحضورك معنا. تباينت ردود فعل وتقديرات الشارع الروسي بعد انقضاء العام على بدء العملية الروسية في أوكرانيا. بعضهم بدأ متفائلا، غير أن أغلبهم لم يخفي قلقه من الوضع الراهن، خاصة مع تداعيات الحرب على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي.
غير أن ما بدا قاسما مشتركا هو تطلع الناس نحو انتهاء المرحلة الحالية وما ارتبط بها من تعقيدات وصعوبات. أثر العام الماضي على نشاطي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفي، حيث اضطررت لحذف حسابي من بعضها. لم يكن موقفي لدعم ما تقوم به السلطات الروسية بقدر ما كان داعما لموقف أراه موقف خير في وجه شر يعاكسه ويناهضه. لسوء الحظ كانت روسيا مضطرة للقيام بعملياتها العسكرية، والتحق عدد من معارفي بالجيش. أمل أن يتكلل ما يجري بالنصر لروسيا، وروسيا في موقفها العنيد الأخير ليست وحيدة. بشكل عام الوضع مقبول، لكن هناك ارتفاع في تكاليف المعيشة والأسعار، زيادات بدرجة أكبر أو أقل بشكل تدريجي ومستمر، في وقت بقيت فيه مداخل السكان عند مستوياتها السابقة. هناك توتر يعيشه الجميع بسبب العمليات العسكرية واستمرارها، وأعتقد أن الاهتمام بالأخبار ومتابعتها ازداد نتيجة لذلك. من المحزن أن يكون أمد الأمر قد طال، ونأمل بأن ينتهي بأقصى سرعة ممكنة. لم يكن عام بدء الحرب سهلا على أحد في اعتقادي. طبعا نتابع ما يجري ونقلق ونخاف على شبابنا وبلادنا. بذلك نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من موسكو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.